عشان هندسة. مع ألف سلامة، مع ألف سلامة. ايوه نهاره ابيض. هو ده، هو ده الزبون. اه بسك عليه وشوف شغلك من عينيا. قشطه قشطه. ايه ايه شط مساء الخير يا دوله تاني. مساء الخير يا صبحي باشا. صباح الخير فتوح بيه. قصدك مساء الخير. معقول يا باش مهندس في حد بينام للساعة واحدة الظهر؟ والله اللي بدأش النوم من أسبوعين ممكن ينام لواحدة واتنين وتلاتة كمان. وما دقتش النوم من أسبوعين ليه؟ أنا يعني مش عارف. عارفة إيه؟ الحلم الجميل اللي أنا كنت بحلمه واللي إن شاء الله تفسيره مش هيكون على ايد حد غير ايدك انت. بس انا ما بعرفش افسر احلام. ما هو الحلم ده بقى بالذات مش هتعرفي تفسريه لوحدك. انت عشان تفسريه لازم لك ثلاثه معاكي، مأذون واتنين شهود. ايه الكلام ده يا باشمهندس؟ امال يعني كده هنسيبه من غير تفسير؟ وعايز تفسره ازاي؟ معقول بعد العمر ده كله مفيش في حياتك غير موقفين بطوليين بس؟ امال السنين اللي فاتت دي كلها كنت بتهبب ايه؟ خلاص الفت. ايه احكيلك احكيلك كمان موقفين. يلا اتنين بس يعني يبقوا اربعه بس؟ استشبيهم. طب انت عايزاهم كام؟ ده بهنس النمر الله يرحمه ما كانش بيفوت عليه يوم إلا ما كان بيبقى فيه بطولات ومواقف. آه انت بقى عايزة تعرفي كل المواقف البطولية اللي في حياتك، موقف موقف وبطولة بطولة، يوم بيوم وساعة بساعة. حاضر احكيلك أمري لله. شوف يا سيدي، بقول لك ايه، المحفظه دي وقعت قدامي وانا اللي شفتها الاول. عيب عيب، انا اللي شايفها الاول. يابا ما تناكفنيش، مش عايز اغلط فيك، انت قد جدي. خلاص خلاص يا عيب، نروح الاسم. اسم ايه؟ اسم الله عليا وعلى حواليا، بلاش اسم. لا الاسم هو اللي يشوف مين صاحبها ويديها له. تمسكني من ايدي اللي بتوجعني عشان ماني يعني سوابق وما اقدرش اعتب هناك لا يمسكوني. طب لما انت سوابق مش عيب تتلامض مع واحد شريف زيي؟ خلاص يا جدي، حلال عليك المحفظه باللي فيها بس بشرط. ايه الشرط ده؟ حطها في جيبك الاول احسن حد يشوفها ويترجل علينا. حطها في جيبك، يلا حطها في جيبك، حطها في جيبك. ايدك بقى على محفظتك. محفظتي؟ اه مش انت خدت المحفظه من تختخة؟ اديني محفظتك وان شاء الله اكون فيها حتى جنيه، انا موافق. ما ترجعش بكلامك ابدا. كلام جد؟ كلام جد. يلا ايدك ان شاء الله. يلا يا ابني حلال عليك. قشطه قشطه. ايه ايه شط؟ جخبها في خيبتك دي، ما فيهاش غير 150 جنيه. وبنهاية هذه الأحداث أكون وصلت لنهاية البطولة السبعة من سلسلة مواقفي البطولية في حياتي. إيه كمل، خش على اللي بعده. آه خش على اللي بعده. أنا كنت عايز أكلمك عن تمثال سعد زغلول وعلاقتي الوثيقة بالتمثال ده. وإزاي إن أنا أنقذته من إن هو يهرب للخارج، لكن انا في الحقيقه بتصدع وريقي ناشف والرحمه حلوه. طب خلاص احنا ايه، نتغدى دلوقتي ونخلي الموضوع ده بالليل نكمله. ايوه عليك نور احسن. عن اذنك. ايه رايحه فين؟ احنا مش هنتغدى سوا؟
لا لا لا، انا هتغدى في اوضتي فوق، عشان انا بعد ما اتغدى لازم اغير فستاني والبس عشان هخرج. انا مواعده ابني عند بنتي الصغيره، وفي موضوع كده يعني مفاجاه ليك. مفاجاه. طيب عن اذنك بقى. مع السلامه، تروحي وترجعي بالف سلامه. الله يسلمك. مفاجاه. مفاجاه ايه؟ كفايه القرف اللي انا شفته بقى. قرف اللي انت شفته؟ وانت تشوف قرف ليه يا اخويا؟ شفت القرف ليه؟ هي كانت فلوسك ولا فلوسي؟ وانا ايش عرفني انها نصبايه؟ دي نصبايه لا عمرها مرت عليا ولا شفتها في حياتي. ليه؟ مش قعدت تقول لي انا ابو المفهوميه والزكاوه؟ ده انا فاهم الفاهم. ادي حته عيل طوله شبر ما جاش طول ركبتك نصب عليك. بس لما اشوفه ايدي بس تطول رقبته. ليه يا اخويا؟ هتخليه ينصب عليك في ايه تاني؟ في البدله اللي حلتك ولا في عفش البيت؟ بعدين تعالى هنا. انت مش قلت لي انك خدت الفلوس عشان تشتري بيها حاجات وتتاجر فيها؟ انا كنت ما... انت هتكذب اهو يا سعداوي، انت بتكذب. انت ما خدتش الفلوس عشان تتاجر بيها. انت كنت بتصرف عليا منين اليومين اللي فاتوا؟ لا انا كنت ما تكنكنش، ما تكنكنش وقول. من راس المال يا سعداوي؟ بتصرف من راس المال؟ اتاريك اتاريك حاططهم في جيبك ومدفيهم، ودخلت تتمنظر وخرجت تتمنظر، وانا بقول الراجل بيتاجر. اتاريك لا بتاجر ولا دياوله، مش كده؟ بصراحه هي دي بقى، انا عايزه الصراحه. بصراحه انا لا اعرف في التجاره ولا اعرف ابيع ولا اعرف اشتري. وساكت يا سعداوي وما بتقولش؟ ساكت المده اللي فاتت دي كلها وسايبني نايمه على وداني؟ وانا اللي بقول يا بنت ما يصحش تتدخلي وتتحشري في امور الرجاله، ما يصحش الست تتعدل على راجلها. انت السبب، كان لازم تكلميني، لازم تنصحيني تطمني. اطمن على ايه؟ اطمن على ايه؟ انا كنت فاهمه ان انا بعمل الاصول وبنفذ الاتفاق اللي بيننا، لكن لا، اتاريك فضلت تتدحلب تتدحلب وداخل على غش لغايه ما لهفت القرشين اللي حلتي. انت عملت اللي عليك وزياده، لكن الظاهر العيب فيا انا. انا اللي اوحت وقلت اني لسه شاب، اتريني عايش في زمن غير زماني، وان النفس اللي طالع داخل ده حلاوه روح. بس يعني ايه ده؟ انت بتعملي ايه يا انشوجه؟ اللي انت شايفه. لا لا عيب كده، عاوزه تسيبيني؟ هتسيبيني يا انشوجة؟ اللي انا كنت جاي ادور عليه هنا مش لاقيها يا والدي. لا يا بنتي لا، اديني فرصة تانية، الفلوس مش كل حاجة. لا لا يا اخويا انت فاهم غلط، دي الفلوس اللي انت بتمشي تتكعبل فيها في الشارع، انما الفلوس اللي الشمس قورت دماغك عشانها والاسفلت لحس رجليك وانت بتلمها قرش على قرش من اللي يسوى واللي ما يسواش تبقى كل حاجة. خلاص يا انشوجة اوعدك هجيبهم، انا عندي وعدي. وانا عند امي مستنية. هتستني كتير يا انشوجة. اتفضل. إيه الله، ياه ده العقد، عقد الشقة. ألف مبروك يا حبيبي، مبروك. أخيرا مشكلتكم اتحلت. الله يبارك فيك يا ماما. أظن خلاص بقى الشقة وكتبت عقدها، مش فاضل غير فستان أبيض وشوية معازيم، نرتاح من مشاكلكم لما بتخلص. لا لا لا، أنا بصراحة مش عايزة لا فستان ولا معازيم، كفاية علينا قوي نفرش الشقة ونتلم في بيتنا. كلام إيه ده يا حبيبتي؟ أمال أنا جاية ليه النهاردة؟ مش عشان نتفق على تفاصيل الفرح؟ قلبك أبيض يا ست ماما، قالت لك مش عايزة، أنت غاوية تغرميني والسلام. ما تخافش يا حضرة الضابط، الفرح والزفة عليا أنا، دي هدية دخلتك. لا، إذا كان كده بقى أنا عايز الزفة في فندق 5 نجوم. 5 نجوم؟ إيه؟ إنت دفعتي ولا حاجة؟ ولا يهمك، 5 نجوم 5 نجوم. أهو كده، حضرة النظرة لا تندفع، حضرة النظرة لما بتقول كلمة بتبقى قدها. بس أنا بقى يا جماعة ليا رأي تاني، ممكن أقوله؟ بعد إذن حضرتك طبعًا يا طنط. يعني
فرح بالشكل ده هيتكلف كتير قوي. قال له 30-40 ألف جنيه بالميت. كام؟ انتي قلتي ايه؟ امال حضرتك فاكره ايه؟ ده اقل عشا دلوقتي الفردين اتنين في اوتيل خمس نجوم بيكلف اكتر من 200 جنيه. بعدين يعني ما يصحش نقول للمعازيم كل واحد يجيب العشا بتاعه معاه. ايوه يا رحاب، بس بس ايه؟ يظهر حضره النظره اندفعت وقالت كلمه هي مش قدها. يا ابني انا كل اللي حيلتي 7000 جنيه محوشاهم للزمن، هديك 5000 جنيه تعمل بيهم الفرح ولا يفضل لي الاثنين؟ بتقول لي 5000 جنيه؟ انت عارفه يا ماما ال 5000 جنيه دي ممكن تعمل ايه؟ ممكن تقعدني انا ورضوى اسبوع عسل في اسكندريه، واحتمال كبير جدا ارجع انا ورضوى ماشي. برافو عليك يا يسري، زي ما يكون بتقرا افكار. هو ده الراي اللي انا كنت هقترحه عليكم، وهو كده تبقى طنط فعلا قدمت لنا هديه الجواز، والمبلغ اللي كنا هنصرفه في شهر العسل اهو نكمل بيه بقى شويه رفايع كده ناقصانا. ولا ايه يا رحاب؟ والله فكره يا ماما. بسم الله ما شاء الله. بصراحه ماما الولاد كبروا بقوا بيتكلموا بمنتهى العقل، واذا كان يعني على الفرح مش مشكله نبقى نعمل حفله كده على الضيق هنا عندي في البيت. ايوه بس انا كان نفسي نعمل فرح كده بحق وحقيقي. يا ستي مش عايزين شهر العسل اهم؟ يا ابني يا حبيبي، جدتي الله يرحمها كانت دايما تقول لماما الله يرحمها ان الفرح بيجيب فرح. وايه بس اللي فكرك بجدتك دلوقتي؟ ما هو لو عملنا فرح يا بنتي يمكن يجيب اللي وراه. اللي وراه؟ اللي وراه لمين؟ واحنا عندنا حد تاني هيتجوز ومستنيين فرحه؟ جايز يمكن، مين عارف الظروف. اتأخرت ليه؟ البيت زمانه نازل كويس بقى لو نزل وملك ابدا يا فتوح بيه. انا في ميعادي بالظبط. ميعادك؟ انا قايلك تعالى قبل ميعادك. رخص خالص. الحمد لله رخص. الحمد لله حصل خير. ايه اتأخرت عليك؟ لا ابدا ابدا. انا بس افتكرتك هتغيبي عند المحروسه بنتك، كان هيكبس عليا النوم. تعالي بقى تعالي لما احكي لك على شويه مواقف بطوليه افتكرتها لك. ها تعجبك قوي. يقول لي كان في مره موقف بطولي وانا عمري 30 سنه كده. بعدين يا باشمهندس بعدين. لا 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 انا صحصحت وفوق ده اهو. هحكي لك على حته موقف بطولي يعجبك قوي. لكن اللي هحكيه لك انا هيعجبك اكتر. طيب فرحيني احكي لي. هنعمل فرح. لا ما تقوليش. يعني ايه هو هيكون فرح على الضيق كده؟ هنقدم الشربات والعريس ياخد عروسته ويسافروا على اسكندريه. انا مش مصدق وداني، ده احسن خبر سمعته في حياتي. بس ايه؟ يعني حكايه اسكندريه دي لزوم عيش احطاطه دي مالها عين حلوان؟ قالت عني حلوان ايه بس؟ اولا اسكندريه دي مش اقتراحي انا، دي اقتراح الاولاد ومصممين عليه. بس انا قلقان من حكايه المصاريف. مشوار اسكندريه ده يكلف برضه. كان نفسي اعمل فرح الدنيا كلها تتكلم عليه، لكن العين بصيره والايد قصيره، يعني اللي معايا يا دوبك على قد اسكندريه. ليه هو مشوار اسكندريه ده برضه هتتحملي انت مصاريفه؟ طبعا، هو في عريس معقول بادي حياته لسه يقدر على مصاريف اسبوع عسل في اسكندريه؟ هو ايه وانا يعني ما عنديش نظر ولا ايه؟ لا ده بقى ده واجب كبير قوي. بس انا برضه عندي دم، انا لازم اتحمل جزء من المصاريف. والله ما له لازمه تكلف نفسك، انا تقريبا عامله حسابي على كل حاجه. طب ولو حتى المواصلات خليها عليا انا. يا سيدي كتر الف خيرك، بس مش معقول طبعا يا باشمهندس. ومش معقول ليه؟ معقول انت تقومي بكل المصاريف دي وانا اقعد اتفرج عليكي؟ ده حتى ابقى راجل باف. يا سلام، قد كده عايز تعبر لي عن مشاعرك النبيله الرقيقه؟ السلام يا لولي، ده انا عدي لك حتى البحور الغريقه العميقه، ولو اني ما بعرفش اعوم لو كان ده بس يساعدك. طب عايزني اقول لك تساهم بايه عشان تساعدني؟ ارجوكي قولي وخلي التقيل عليا. خلاص بوكي وردي قدي الغرض، بس ما تنساش عصفور الجنة. يا ما جاب الغراب لأمه، ايه اللي انت داخل علينا بيه ده يا شملون؟
مطرح مصر يمري يا حماتي. النبي قبل الهدية يا طنط. هدية؟ والهدية بعد إن شاء الله من جيبك ولا من فلوس البيت اللي انت لهفتها؟ يا حماتي أنا مهما كان برضو جوز بنتك، خليكي محضر خير. خير؟ الخير هيجي منين؟ وأنا شفت من وراك خير عشان أخدره؟ ده انت راجل طويل وعريض وقد جديه ونصبت عليها، كنت تشطر بقى على اللي نصب عليه. اديك قلتيها بعظمة لسانك، يعني انا اتنصب عليا مش انا اللي نصبت عليها. حد عارف؟ ما يمكن لعبه بتلعبها ولا حكايه مالفه عشان تهف القرشين بتوع البيت. يا حماتي انا جاي الم الموضوع وارجع مراتي، انا اول مره اشوف ام عاوزه تخرب على بنتها. وانا اول مره اشوف راجل بيجح بيلقح جدته بعد ما قلنا له مش عايزين. مش عايزين ايه يا اخويا؟ هو انا ببيع جوافه؟ انا جاي اخد مراتي. ما تاخدها يا اخويا، اهي اللي جايبك هنا. اجيبها منين؟ الفل يا هندسه، الفل للاموره الصغيره واللي معقوله بايه. ما تمشي يالا، ما تمشي، تروح تشوف لك عربيه تانية، خليني اعرف ابيع للزبون. الله، شكرا يا باشا، شكرا. سلام. الحمد لله على السلامه يا قمر. الله لا يسلمك يا بعيد. هما مش كانوا قالوا ان الشوارع نطفت؟ هما مين اللي بيقولوا يا بنت؟ اللي غسلوها ونسيوه. مقبول منك كل اللي تقوله يا قمر، انت برضو مهما كان زميله برضو وقطع اجازتها اللي بدون مرتب علشان لطشوا منها المرتب وقالوا يا فكيك. الله 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 الله، ما انت واد نور ومفتح اهو عينك على الحكايه. حكايه ايه يا عاسر؟ الفلوس اللي اتلطشت يا باصل. هو هي في حاجه بتستخبى في البلد دي؟ ده اللي بيعطس في عين السيره بيقول يرحمكم الله في بولاء. طب مش عيب برضو يا تكه؟ مش عيب اتقلب وانت موجود؟ هي دي برضو الزماله. قبل دراعي قولي لي اعمل لك فيه ايه، وما تبقاش تكه ابن متكه لو منفذت في التو اللحظه. الله الله الله، هو انت تعرفه يا تكه؟ ايه اللي ما اعرفوش؟ اهو جاي وراك اهو. بقول لك ايه، اذا احتجتيني اندهيلي. اللي موقفك مع الواد ده انشوجة؟ اهلا 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 يا انكل. ازاي تنزل للشغل من غير اذني؟ سيبك بس من الكلام ده وقولي، انت جبت سيره باللي حصل لحد؟ هو ده موضوع برضو يضحك لحد؟ انت متاكد؟ انا بقول لك ما قلتش لحد. طب اذا كان انا وامي كمان ما جبناش سيره لحد خالص، يبقى الواد ده عارف من ايه؟ هو عارف؟ اقطع دراعي لما كانت النصبايه دي طالعه من تحت كوعه. انت بتقول ايه؟ سعداوي، انا هطلب منك طلب ولازم تنفذهولي. امسك دول ودول لا خلي دول معايا انا. سي تكة. يعني ايه تكة؟ عايز اقول لك بس على كلمة يعني. السلام عليكم. عليكم السلام. يا زين ما اختار العروسة، عروسة ولا كل العرايس، وربنا يتمم بخير. شكرا شكرا. وانت تعرفي العروسة؟ احنا صحيح ما نعرفكيش، لكن نعرف عنك كل خير، وعلى العموم ربنا يتمم بخير. شكرا. السلام عليكم يا دولة هاني. عليكم السلام. والله احنا عرفنا الخبر ده من نص ساعة بس. يظهر الست ليلى هي اللي قالت لكم. لا والله انا عرفت من العريس شخصيا. ابني؟ امتى؟ ابنك؟ انت هتدلعيه من اولها، ده اللي يشوفكم مع بعض يقول عليه ان انت اللي بنته. الحقيقة دي مجاملة رقيقة قوي منكم، انا متشكرة خالص. نجاملكم في الافراح يا جماعة. دي مش مجاملة يا هاني، مش برضو العريس اكبر منك بعشر خمستاشر سنة؟ ايه؟ على العموم ربنا يتمم بخير. عن اذنك. عن اذنك. اتفضل. عن اذنك. اتفضلي. عن اذنك. اتفضلي. ابني اكبر مني؟ طب ودي تيجي ازاي؟ يظهر ان كل اللي هنا مصابين بضعف الذاكره يا ضعف النظر. يا رب اشفي الجميع.
ايه ده؟ انا فين؟ هنيا يا نن عين امك، عجبك الشاي ولا طلع خفيف؟ انت عملته فيا ايه؟ احنا يا اخويا ما عملناش فيك حاجه، انت اللي طلعت راجل شهم ومجدع وجيت لحد هنا اهو برجليك لما قلت لك تعالى معايا عشان تقنعه انه يطلقني. اه صح. طب دي جزات الشهامه، تحطولي بنج في الشاي ولا ما فوق الاقيني متكتف تكتيفه الخروف. واحده واحده يا حبيبي، ده بس عشان تعرف ان انت مش الوحيد اللي حدق وابن حنت. استنى بس يا سعدولي، ده ابن رصيف واحد يعني، وانا اعرف ازاي الاغيه. ولا عملت كده ليه يالا؟ انا ما عملتش حاجه، وزي ما كنتوش هتفكوني دلوقتي هلم عليكم امه لا اله الا الله. لا يا اخويا ما تهوشنيش. لا عملت، وجوزي بعدي شاهد عليك. شاهد؟ شاهد عليا يا بت؟ انت مش جيت خبطت على الباب وانا فتحت لك سالتني على جوزي؟ انا؟ ايوه، وقلت لك انه مش موجود، رحت زاقق الباب بايديك وهاجم عليا زي الوحش. بقيت اقول لك يا تكه حرام عليك، ما يصحش يا تكه، ده انا ست وحدانيه وبتقولي ادافع عن نفسي ازاي؟ وعمل كده المجرم؟ بس انت هلاش يا عم سعداوي، ما حصلش. لا حصل، وكنت لسه هتمد ايدك وانا كنت هرع بالصوت الحياني لولا ربنا سالي سعدولي في اخر لحظه. ده هو كان عاوز لولا انا لحقتك. لحقت بالله يا بنت، انت هتتبلوا عليها ولا ايه؟ راح سعدولي الله يستره جايب الشومه اللي في ايده ونزل عليك فين يوجعك، بقى هو يديك بالشومه وانا بالروسيه، هو بالشومه وانا بالروسيه، لغايه ما اغمى عليك كتفناك ورميناك هنا على ما يجي البوليس ويستلمك. اه عارف فيها دي على الاقل يعني ست اشهر. لا ست اشهر ايه؟ انا نسيت، دي فيها من ست اشهر لحد 16 سنه. ايوه كده سمعت، 16 سنه. وايه؟ ايه كمان؟ لو امك بقى شهدت معانا تبقى فيها اعدام. لا 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 يا سعدولي، بناقص الشهاده الزور، ده برضه زماننا ولازم نجامله. يا ولاد ال يا ولاد ال دي سب، يا ولاد ال دي سب، وانت كده شكلك راسب على الاعدام. والمطلوب مني ايه دلوقتي؟ ايوه كده هو ده الكلام. سعدولي. ايوه معلمه. انا بقول يعني مفيش مانع انك تسامح وبلاش موضوع البلاغ ده. هو انا ما عنديش مانع، بس يقول لي على الواد اللي نصب عليا ويرجع لي فلوسي. ماشي. سمعت يالا ولا هو ماسيك شاي تاني؟ السلام عليكم. عليكم السلام. ايه ده؟ انت كنت فين؟ انا كنت بدور على بوكيه الورد اللي هساهم بيه. ده انت خارج من بدري قوي. ها يا ريتني اشتريت. تصوري فرع العصفور بكام؟ ايه ده انا لفيت كل محلات الورد مفيش ولا فرع عصفور واحد، كلهم طاروا. مش ممكن. ايه يعني كداب انا؟ لا يعني انا ما اقصدش، بس انا لسه امبارح شايفاه عند الراجل بتاع الورد اللي على الناصية هنا. هو في محل بتاع ورد على الناصية هنا؟ امال انت رحت تشتري منين؟ انا رحت اشتري من اغلى محلات ورد. طب وتروح تشتري من اغلى محلات ورد ليه؟ طب ده الراجل اللي عندنا اللي على الناصية ده بيعمل بوكيهات هايلة وأسعارهم معقولة جدا، يعني يقول البوكيه حوالي 100 جنيه 150. ودي قيمتك برضه؟ أنا أشتري لك أنت بوكيه ب 100 ولا 150 جنيه؟ على العموم أنا هتصل بيه وأوصيه على البوكيه وبعدين أبقى حاسبك. لا ده أنا اللي هشتريه بنفسي حتى بالمرة عشان تشوفي ذوقي. بس خلي بالك اوعى بكره تتاخر عن الساعه 8. في الدنيا عريس يتاخر عن كتب كتابه؟ انت بتقول ايه؟ ليه بتقول ان يسري ممكن يتاخر؟ يسري مين؟ ابني سوما، ده كاتب كتابه من 3 سنين، دخلته هي اللي بكره بس. ليه هو الفرح ده فرح يسري؟ امال يعني هيكون فرح مين؟ شفتيني بقى يا بنت انشوجه،
وانا داخل على الواد تكة بالشومة رعبته، ولولا انت حشتيني عنه كان زمانه دلوقتي قاعد في المستشفى. والله انا ما عارفة من غيرك انا كنت هعمل ايه. بقول لك ايه بقى؟ مش تقول لي طريق السلامة؟ طريق السلامة يعني ايه؟ ادي احنا اهو اتقابلنا بالتراضي وهنفترق بالتراضي، وكل واحد فينا بقى ليه مصلحة يروح يشوفها في حتة تانية وربنا يسهله. الله 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 الله، ما انا قلت خلاص يعني عائلتي وقاعدة من ورا بيتك. آه عشان يعني ما رجعت معاك البيت؟ لا يا حبيبي، أنا رجعت معاك البيت بس علشان خاطر ننفذ الخطة اللي احنا اتفقنا عليها، وهي الفلوس رجعت، يعني انت كده خلاص براءة، لا اتنصب عليك ولا نصبت عليا، هنعوز ايه بقى من بعضنا تاني؟ العشرة، البيت اللي انت عايزة تهديه بعد ما ربنا لطف بينا وقدرنا نحاجة عليه. قصدك اللي انا قدرت؟ هو مش انا اللي خططت ورسمت ونفذت ورجعت الفلوس؟ يظهر حلاوة الروح لسه بتلعبني ومخلياني اتمسك بزماني. سعداوي انت راجل طيب، وانا كنت بنت جدعة معاك من الاول، واظن بقى البنت اللي طلعت جدعة معاك دي ما يبقاش جزاتها ان انت تفضل رابطها جنبك، تسيبها بقى تشوف نصيبها مع واحد تاني. ومين قالك ان انا كنت عايز اربطك جنبي علشان طمعان في شبابك وجمالك؟ انا كان نفسي بس في حته عيل يحسسني ان انا اب. له انت كنت عشمان اني اخلف لك عيل يا سعداوي؟ عيل ايه يا بنتي؟ ما انت العيل اللي محسسني ان انا اب. بس انت عمرك ما حسستني بالحمايه يا سعداوي. عشان انتوا غيرتوا معناها وسميتوها الفلوس. وهي الفلوس والحمايه ايه؟ ما هم حاجه واحده. ده على ايامكم انتوا يا بنتي، ايام اللي يعلم بيها ربنا، لكن على ايامنا كانت الفلوس شقاوه. شقاوه؟ استني هنا، احنا ليه بنتكلم في حاجه ملهاش لازمه دلوقتي؟ انت يا بنت الحلال مش عاوزه تجربي حظك؟ روحي مع الف سلامه. يعني خلاص؟ ما انت زعلان مني يا سعداوي. هو في اب يزعل من بنته برضه؟ يعني بجد بجد انت يعني بتتكلم جد يا سعداوي؟ انت طالع يا انشوجه، ارتحت يا ستي؟ مع السلامه يا انشوجه، وربنا يوفقك. ربنا يخليك ليا يا رب وما يحرمنيش منك ابدا. ألف مبروك يا دولة. الله يبارك فيك. تفضلي تفضلي يا أبو. العروسة والعريس في الكوشة هناك. معقولة يا ماما حضرتك واقفة هنا وسايبة المعازيم جوه؟ ما يصحش كده، لازم تقعدي معاهم. إيه في إيه؟ روحي أنت اقعدي معاهم ولا جاية حاجة. ماما حضرتك مستنية حد؟ لا لا ابدا، المعازيم اللي احنا عزمناهم بس. يا ماما وقرايبنا كلهم جوه، هو في حد تاني حضرتك مستنيه يعني؟ لا 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 لا، روحي بس انتي، روحي انا حصلك حالا حالا. روحي مع الناس اجري. الله، انت لسه ما جهزتش يا باشمهندس؟ انت مش رايح معايا؟ رايح معاك فين؟ الفرح اللي عزمان عليه الست دولة، انت نسيت ولا ايه؟ لا ما نسيتش، هي دي حاجه تتنسي برضه. امال ايه اللي حصل؟ لا ولا حاجه، انا بس زعلت. زعلت منها؟ لا زعلت من نفسي. زعلت من نفسك ليه؟ أنا يظهر السكينة كانت سرقاني، كنت عايش في حلم، بس الحمد لله أنا قدرت أجري وأهرب في الوقت المناسب.
قعدت طول الوقت تسألني إذا كنت هتيجي ولا لأ، وأنا طبعاً مش قادرة أقولها إنك مش جاي. بس تعرف يا باشمهندس، مفاجأة أنا ما كنتش أتوقعها. ولا أنا يا بنتي. أيوة يا باشمهندس، بس يعني عجزك عن تدبير مبلغ بسيط زي كده مش مبرر يخليك ما تروحش وتجاملها. نسيتي كنت تقولي وأنا كنت اتصرفت؟ إيه يعني فيها إيه؟ كنت رحت من غير ما تاخد بوكيه الورد وبقى اسمك جاملتها. طب وبعد المجاملة؟ مش فاهم. برضو هتفتكر إن أنا لسه عايز أتجوزها. إيه ده؟ هو أنت صرفت نظر؟ مش أنا اللي صرفت نظر، هو اللي صرف نظر. المنطق هو اللي صرف نظر، المنطق بيقول كده. أنا كنت عايش في حلم، حلم غريب، حلم ضعيف. كنت فاكر إن أنا ممكن ألاقي أحب وأتجوز وأعيش حياتي تاني وأعوض السنين اللي فاتتني، سنين الحرمان وسنين الشقا. لكن اكتشفت إن أنا فجأة ما بجيبيش حتى بوكيه وردة بعد. صحيح صدق اللي قال إن هي أحلام. عندك حق، الأحلام دايما بتاخدنا لحاجات ما احناش قدها. عشان كده كان لازم اهرب واجري قبل ما اغرقها معايا في حلمي، حلمي العاجز اللي لو فقت منه هتكرهني واخسرها واخسر نفسي الى الابد. يخسر كل شيء جميل بيضيع بسبب الفلوس. بس انا عندي فكره. فكرتي يا ابله؟ تقدر تشتغل؟ حضرتك النهارده ما كنتش عجباني خالص. في حد يعمل كده برضه؟ ليه اتجوز ابنه الوحيد؟ ايه ايه في ايه؟ انا عملت ايه بس؟ حضرتك ما كنتش شايفه نفسك. المعازيم كلهم خدوا بالهم. طنط احسان لقيتها بتقولي هو ايه الحكايه؟ مامتك ما كانتش راضيه عن الجوازه ولا ايه؟ ولا طنط صفيه لقيتها جايه هي كمان بتقولي يا مامتك كانت ناويه تتجوز واحده ثانيه. وطنط حكمت كمان طز فيهم يتفلقوا. يتفلقوا ايه بس يا ماما؟ هو كمان ما كانوش هيتكلموا الا لما شافوا حضرتك بالمنظر ده. هو في ايه يا ماما؟ ابدا، انا بس متوتره شويه. اكيد في سبب، ممكن اعرفه بقى؟ اصل كان في واحد زميلي في الدار وقال ان هو هيبعت ورد بس ما بعتش. ايه ده؟ ايه ده يا بنت ده؟ وانا قلت حاجه تضحك؟ لا يا ماما، بس اصل يعني مش معقول ابدا سبب بالمنظر ده يخلي حضرتك تبقي متوتره في ليله زي دي يعني. ايوه بس فتوح ده ما هوش يعني زميل ولا صديق. ده ايه يا ماما؟ تعالي يا حبيبتي، هما مش بيقولوا ان البنت حبيبه امها؟ طبعا يا ماما. يعني الأم تقدر تقول سر خطير لبنتها حبيبتها؟ طبعاً. هو حضرتك عندك سر خطير؟ بس اسمعي، ايه هو يجيب سيرة لحد خصوصاً مقصوف الرقبة يسر ده؟ اطمني يا ماما، ايه هو بقى السر الخطير ده؟ مطلوب مساعد بواب، المخابرة مع البواب، تليفون رقم. يا من تكريم يا رب. السلام عليكم. أهلا أهلا يا سعادة الكبيرة، استغفر الله وبركاته. أنا جيت حسب الإعلان اللي موجود عندكم بره. الإعلان اللي بره؟ أيوه. ده مطلوب مساعد بواب. هتشتغل انت مساعد بواب؟ ايوه هشتغل مساعد بواب. انت عارف مساعد البواب هيعمل ايه؟ يعمل ايه؟ هيمسح العماره دي كلها من فوق لتحت. امسح؟ وعايشين قلبان على كتفه ويطلع للسكان. عشان
ولما الميه تتقطع عايشين ميه بالصفيحه ويحول على فوق يشيل وحمر وعايز يبيع ويشتري. هتبيع انت وتشتري؟ هو الشغل بس بيع وشري. امال الراجل في سنك هيعمل ايه؟ انت يلا رجليك شيلك بالعافيه. لا ما تبصش لرجليا، شوف هيئتي كده على بعضي، شوف اللي اندفع فيا. ها شوف كده ارفع في ايه بقى؟ بالكتير جو 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 جو. ايوه وبصراحه وما تزعلش. لا لا الواحد ينيمك في السرير ويغطيك بالملايه ويزرق كوبايه اللبن. ما يا ربي اجي علشان اكل عيش يتريقوا عليا. رضيت بالهم والهم مش راضي بيا. طب 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 ما تزعلش حقك عليا يا والدي. أنا بلغيك بهزر معاك. أنا جاي آكل عيش ليه بتهزر معايا؟ تتضايق عليا ليه؟ أنا جاي آكل عيش. العيش موجود والحمد لله، وهو الواحد يكسب فيك ثواب وكله عند ربنا. يعني خلاص هتشغلني وما ترجعش في كلامك؟ دي مهلبية. هي ما هي دي ما تخلوا عندكم ضمير بقى، خلوا عندكم ضمير بقى وتجيبوا مهلبية بحاوة حقيقي فيها لبن وزبيب وبندق ومكسرات واللازمان. حنين يا ريس. تجيب المطلوب بالظبط والا هستعمل سلطاتي وادينك جازر. ايه على ايه يا عم؟ انا بربي ايتام عم الريس. مش تقول لي كوليسترول؟ انت لسه فاكر. طب خف عجلك بقى وسلم لي على الشرايين. الله صباح الفل. او كده الشغل والا فاله. إن ما خليت الزملاء والزميلات يسمنوا ويربربوا ويبقوا قد كده ويستغلوا صحتهم، أنا ما بقاش مدير مطبخ. وتجيب لي كمان 2 كيلو بصل وكيلو توم. حاضر. اسمع اسمع استنى قبل ما تعدي على الجزار وبتاع الخضار تعدي لي على السوبر ماركت اللي هو عند محطة الأتوبيس. أيوة. لا 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 مش اللي هنا، اللي الناحية الثانية. عارفه؟ أيوة. تجيب لي منه سكر ريجيم، اوعى تنسى. ليه ليه؟ ريجيم ايه في ايه؟ ريجيم اللي هو بيخسس اللي مش بيتخن. ايوه بس حضرتك يعني رفيعه ومحتاجه شويه يعني ايه ده ايه ده شويه ايه وانت مالك انت؟ انا اقول لك روح تجيب لي الحاجه تروح تجيب لي الحاجه على طول. ايه في ايه حلوه قوي دي؟ حاضر. انا كنت عايزه حاجه. ايوه حاضر. استنى حاضر ايه؟ انا لسه هوصلك ايه بقى؟ ما تستنى. حاضر. بقول لك ايه؟ اديك نسيتني. ايه ده؟ بقول لك ايه؟ بص عقابا ليك بقى روح جيب لي الحاجه اللي انا قلت لك عليها، ولما تبقى تيجي ابعتك تجيب لي الحاجات التانية. ادخل. فتوح ماله؟ ماله طمنينا. الله يخليكي. الحمد لله على السلامة. انت وحشينا جدا. ازاي؟ قولي لي بس يا حبيبتي هو عيان بايه؟ طب اقعدي بس استريحي كده وخدي نفسك. اقعدي. هو ده وقته؟ اقعدي بس. اديني قعدت اهو. زي ما قلت لك امبارح على التليفون شويه برد بسيط والحمد لله دلوقتي بقى احسن. ولما هو بقى احسن امال انا مش لاقياه ليه؟ ولا في الاستراحه ولا في الجنينه ولا في اوضته بيرد على التليفون. طب بس طمنيني الاول، قبلتي اعتذاره عن حضور الفرح؟ طبعا. هو معقول كان هيجي الفرح وهو عيان؟ ده انا حتى كنت ناوي اقعد كام يوم عند بنتي، وبعدين اول ما قلتي لي ان هو عيان ما قدرتش اقعد، جيت على طول. دلوقتي بس اقدر اقول لك بقى هو فين. يلا اتكل على الله. جفنوه. انت بتعمل ايه هنا؟ ست دوله. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. ده المطبخ كله نور. حاجه ساعه يا راجل. ايه ده ساعه؟ ايه ما
ما جاوبتنيش انت بتعمل ايه هنا؟ وايه اللي انت لابسه ده؟ وايه اللي عامله في نفسك ده؟ الله انت انا ما قلتلكيش الست ليلى الله يسترها عينتني هنا مدير عام المطبخ كده اهو. الله مدام دولة ايه يا اخوان؟ الله وانا قلت حاجة قبيحة. الله بتجري ليه؟ انت جاي ورايا ليه؟ الله الله سبتيني وجريتي. انا قلت لك حاجه ضايقتك؟ لا ابدا ده انت فرحتني قوي. مطبخ ايه يا باشمهندس اللي انت رايح تشتغل فيه؟ انت مهندس ولا مرمطون؟ لا من فضلك ما تقوليش مرمطون، انا مدير عام. مدير عام على ايه ان شاء الله؟ على البصل والكرفس والبشاميل؟ دي اخر حاجه كنت اتخيل انها تحصل بقى. معقول؟ معقول يا بيتي يا دولت كنت هتتخبطي في دماغك وتتجوزي طباخ؟ لا ما تقوليش طباخ من فضلك يا دولت هانم، انا قلت لك انا مدير عام. ايوه بس انت كنت بتقولي ايه؟ هتعملي ايه؟ كنت بقول ان انت اتخبطت في دماغي وهتجوزك. اخيرا اخيرا يا دولت وفيتي. كنت يا استاذ لكن بعد اللي حصل غيرت رايي. الحمد لله ان ربنا انقذني في اخر دقيقه. انقذك من ايه ان شاء الله؟ الله انت مش كنت عايزه تشوفي موقف من مواقف البطوليه؟ اهو وريتك موقف من مواقف البطوليه. موقف ايه ده؟ ليه؟ هو خدمه الزملاء واداره المطبخ وضمان حسن الاكل اللي بيقدم للزملاء ده مش يعتبر موقف بطولي؟ لا يقل بطوله عن اي موقف من المواقف اللي انا حكيتها لك. انت بتضحك عليا يا استاذ؟ الطبيخ يبقى موقف بطولي؟ طبعا صحيح الطبيخ موقف، صحيح هو موقف قدام البوتاجاز والحلل والصواني، لكن لما يكون خدمة للزملاء وضمانا لحسن الأكل اللي بيقدم لهم وحفاظا على صحتهم العامة وحفاظا على تلوث البيئة ده مش بيبقى موقف بطولي بس، ده يبقى إنكار للذات، نموذج لإنكار الذات. هما مش بيقولوا إن خادم القوم سيدهم؟ ولا انت عايزه في يوم من الايام الزملاء ما يشاوروش عليا بالبنان ويقولوا اهو ده هو ده الراجل اللي ضحى بمركزه الاجتماعي ومركزه الادبي عشان يخدمنا، هو ده الراجل اللي ضحى بذاته علشان خدمتنا، هو ده الراجل والرجال قليل. يعني انت عملت كده عشان مصلحه الزملاء وعشان خاطر صحتهم؟ امال ايه؟ امال انا علشان ما عنديش 100 جنيه المعيه اللي انا بيدوها لي يعني؟ انا متاسفه يا استاذ، ارجوك ما تزعلش مني. لا لا يا دولت لا لا انا زعلان وزعلان قوي بقى. يلا خلاص بقى بلاش تبوظ المفاجاه اللي انا كنت جايه اقولها لك. مفاجاه؟ مفاجأة ايه؟ ناوية تعزميني على فرح مين النهاردة تاني؟ لا لا ده فرحنا. هو انا ما قلتلكش؟ لا ما قلتليش. مش انا قلت لبنتي على كل حاجة؟ قلتلها ايه؟ قلتلها انه في واحد معجب بيا وعايز يتجوزني وانا كمان معجبة بيه. وقالتلي